الأعزاء السلام عليكم. هنا سوف نتطرق إلى المعادلة A أس 2 ناقص B أس 2 تساوي 25. سؤال حل: كيف نحل في N 2؟ N 2 هي فيها مجهولين A و B، دونك مجموعة الحلول هي عبارة عن أزواج A B. لو كنا في ان يكون غير مجهول واحد نقولو ريزودر دون ان ولا دون ار ولا، ولكن الا قلنا دون ار 2 ولا ان 2 ولا كي 2 ولا زد 2 فهاد الحاله يكونوا ازواج ا بي اكس يغريك الى اخره. دونك هنا عندنا مجهولين ا و بي، كيف نحل هذه المعادله في ان؟ بيان هنا عندنا متطابقه هامه A أس 2 ناقص B أس 2، نكتبها A ناقص B عامل لـ A زائد B تساوي 25. مزيان؟ بون، دركو شنو غادي نديرو؟ غادي نشوفو القواسم ديال 25. قواسم 25 هي 1، 5 و 25، دونك ثلاثة ديال الحالات. دونك هنا في هذه الحالة عندنا هذه A موان B صغيرة على A زائد B، لأن رحنا في N و A ناقص B راه صغير على A زائد B. دونك في هذه الحالة غادي ناخذ هذا أصغر من هذا. إلا خدينا A ناقص B تساوي 1 و A زائد B 25، لأن الجداء يساوي 25. دونك غادي نقولو الحالة الأولى A ناقص B في A زائد B يساوي 1 في 25، تعطينا 25 هنا، ولكن ما نقدروش ناخذو 25 في 1 حيت 25 كبيرة على 1، إذا ما تجيش A ناقص B تساوي 25 و A زائد B تساوي 1. دونك هذيك الحالة نحيدوها واسمي يبقى لي الحالة الأخرى وهي أو A moins B facteur de A plus B égale à 5 في 5 25 5 في 5. دونك فوالا هادو هما الحالتين اللي كاينين. كنا الحالة الأولى هي A ناقص B في A زائد B تساوي 1 في 25 1 في 25، والحالة الثانية نكتبو O A moins B facteur de A plus B égale 5 fois 5. هادو هما الحالتين اللي عطيونا الجداء يساوي 25 مع A ناقص B أصغر من أو تساوي B، أصغر أو تساوي. بون نشوفو الحالة الأولى. الحالة الأولى A ناقص B في A زائد B يساوي 1 في 25. هنا يعني أن A ناقص B يساوي 1 و A زائد B يساوي 25. دونك غادي نحلو هنايا النظمة، النظمة سهلة باستعمال الجمع طريقة جمعية، يعني نجمعو لا ميثود بار اديسيون، نجمعو طرف بطرف. دونك الى جمعت طرف بطرف غادي تعطي لي A موان B بلس A بلس B، هاني جمعت الطرفين الاولين ثم الطرفين الثانيين. ناقص B زائد B صفر، تعطينا A زائد A هي زوج A، ها زوج A تساوي 1 زائد 25 هي 26. داكور ألور دروك زوج أ تساوي 26 نقسم على زوج، زوج أ على زوج تساوي 26 على زوج. علاش قسمت على زوج؟ باش نقلع هاد الزوج، تعطينا أ تساوي 13. ها حنا لقينا أ، دروك باش نلقاو بي نعوضو ديك أ بالقيمة ديالها. ف
إحدى معادلتي النظمة. غادي نعوضوها في الأولى، أ أ ناقص بي تساوي واحد، 13 ناقص بي تساوي واحد. دونك هنا غادي تعطينا ناقص بي تساوي واحد ناقص 13 ناقص بي تساوي ناقص 12، ونضربو هنا وهنا في ناقص واحد باش نقلعو داك الناقص، تبقى لي بي تساوي 12. دونك ها هو واحد الحل اللي هو زوج 13 12. دونك 13 12 هو حل، غادي نشوفو نتأكدو. دونك ها هو واحد الحل. نشوفو الحالة الثانية، الحالة الثانية وهي ألور الحالة الثانية غادي نشوفو أ ناقص بي في أ زائد بي يساوي واحد أ خمسة في خمسة. دونك هنا متساويين، الفرق والمجموع متساويين. بون دونك هنايا النظمة غادي تولي لنا أ ناقص بي تساوي خمسة و أ زائد بي تساوي خمسة. نديرو الجمع طرف بطرف علاقاش عندي عددان متقابلان. يمكن لكم ديروا طريقة التعويض ماشي مشكل، ولكن أحسن نديرو طريقة التأليفة الخطية. ألو هنا إلا جمعنا طرف بطرف غادي تعطينا هاد ناقص ب زائد ب تمشي، أ زائد أ هي زوج أ تساوي خمسة زائد خمسة هي عشرة. نقسم على زوج، زوج أ على زوج، عشرة على زوج. واسم غادي تعطينا هنا أ تساوي نقلع زوج وزوج تبقى لي أ تساوي خمسة. هاني لقيت أ، دروكي خصني نلقى ب. غادي ناخذ وحدة من المعادلتين، ناخذ الزوجة، خمسة زائد ب تساوي خمسة، هذه أ زائد ب تساوي عوضنا أ بخمسة زائد ب تساوي خمسة. بون اسم غادي تولي لنا ب تساوي خمسة ناقص خمسة، ب تساوي صفر. دونك راني لقيت أ و ب، دروك الزوج الحل هو الزوج أ خمسة و ب صفر. دونك ها الحل الثاني، الحل ديال قبيلة 13 12 هو، والحل الزوج هو خمسة صفر. نتأكدو بيهم بزوج، نديرو أ ناقص ب في أ زائد ب تساوي 25. دونك هنايا التحقيق، أ هي 13 في الحالة هذه، نشوفو من بعد الحالة الزوجة، ناقص 12 في أ 13 زائد 12 تساوي 25. بون هنا 13 ناقص 12 هي 1، 13 زائد 12 هي 25، 1 25 هي 25، إذن ها هي تحققت. نشوفو الحالة الثانية واش تحققنا. ألو الحالة الثانية غادي نديرو نعوضو أ، دايما في إطار التحقيق عندنا أ ناقص ب، أ هي خمسة ناقص صفر في أ في أ زائد ب، أ خمسة ب صفر هي خمسة زائد صفر تساوي 25. خمسة ناقص صفر هي خمسة مضروبة في خمسة زائد صفر هي خمسة، خمسة في خمسة هي 25. دونك فوالا سي فيريفي. دونك فوالا انتهينا من، إذا نقدر نكتب مجموعة الحلول، نكتبو إس تساوي إس تساوي مجموعة الأزواج 13 12 و خمسة صفر. هادو هما المجموعات ديال الحلول، هما عبارة عن زوجين. دونك إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. أبيانتو.